أنا مرة وحدانية. يعني حضرتك مو متجوزة؟ اتجوز سنة بس جوزي أعطاك عمره الله يرحمه. الله يرحمه. يا علي يا علي حظه شو مشحر، كتير مشحر يا أخي. الحمد لله على كل شيء. إيه وإن شاء الله ما تأهرمتي بعد ما توفى جوزك يا خانم. لا أيو شو تأهرمت؟ جوزي الله يرحمه ترك لي ذهب وترك لي بيوت وأراضي ومال كانت الحمد لله. هذا الحكي مو مزبوط يا جناب اليوز باشي، مو مزبوط. يعني أنت ما سرقت للمرحومة أم سعيد؟ لا معقولة معقولة أنا أعمل هيك عملية يا جناب اليوز باشي؟ كذاب كذاب، هذا واحد كذاب. أنا متأكد إنه هو اللي سرق صيغة أمي، حتى يمكن إنه هو اللي قتلها. يا ويلك من الله، يا ويلك من الله، حدا بيقتل روحه؟ حدا بيقتل روحه يا جناب اليوز باشي؟ لك أنا جوزت أمك لأنه كانت مريضة وما بخلت عليها، ولو بقدر فعلاً أعطيها روحي ما كنت قصرت. يا ويلك من الله، يا ويلك. لك يا عرجي كذب بقى يا عرجي كذب. يا لطيف عم تظلمني أنت يا سعيد، والله عم تظلمني. بالعكس أنا ما عم ظلمك، أنا صبرت عليك كتير، وإذا ما بتعطيني حصة أمي من البيت هلأ بدي أحبسك. يا ريت أقدر. وليش ما بتقدر؟ لأني لازم نفذ وصية المرحومة مثل ما هي. وشو كانت وصية المرحومة؟ المرحومة كتبت البيت باسمي وعطتني كل الذهبات اللي عندها وقالت لي بالحرف الواحد لا تعطي ابني أي شيء منهم بنوب بنوب. كذاب سيدي كذاب. طيب ليش هيك عملت؟ لأنه يا حضرة اليوز باشي هذا المغلوب اللي واقف قدامك لا كان يعرف أمه ولا يشق عليها، يعني كان هاملة. لا يا سيدي أنا كان عندي شغل كتير واضطر إنه ما أقدر أمر علي كل يوم. يعني أنت شو دخلك بالقصة؟ ومشان أخلص منك بشكل نهائي أنا جبت حجة البيت. تفضل تفضل يا حضرة اليوز باشي، وهي الوصية تبع المرحومة مرت اللي هي أم ولاد المغلوب. تفضل شوفوا لوحكوا. الحجة بتثبت إنه أمك كاتبة البيت لإله، والوصية بتثبت إنه ما يعطيك شيء نهائياً. بس يا سيدي وبتقدر حضرتك تبعت الحكيم لتسأله إذا كانت ماتت موتة طبيعية ولا حدا قتلها؟ هذا شغلنا نحن اللي بنعرف الحقيقة. يا سيدي أنا بحلف لك، أنا بحلف لك إنه هذا الزلمة كذاب. لك شو كذاب؟ هاي الأوراق اللي عندي بتثبت إنه ما له كذاب. يلا الله معكم. امسكي. هدول شو؟ هدول حصتك من الشغل اللي اشتغلنا انا وياكي. وبس هدول فكري؟ بس هدول؟ شو مو عاجبينك؟ لا ما انهم عاجبيني، انا ما بقبل تاخذ البيضه وتترك لي التاشيره، ماشي؟ عم تفهم علي فكري؟ انا بعرفك. ولك ايوه. اعتدال، هدول حصتك من ذهبات ام سعيد اللي بعناهم، بكره بس نبيع البيت بعطيك حصتك منه، ماشي؟ نص حقه. نص حقه وربع حقه بعدين بنشوف. نصه. ماشي ماشي، المهم هلا حوصي شوية، شوفي لي شي ست مرتبة، كبيرة، أرملة، ما لحدا، بس تكون مد اسمي غنية. مو هي بس، يكون إلها شروش مد اسمي، ماشي؟ إيه على عين، من بكرة رح أدور. أنا صلي فترة عم براقبه لفكري وسألت عنه، سألت عنه وعرفت عنه شغلات بلاوي. شو عرفت عنه لك سعيد؟ لك هذا اساسا مو من الحاره التحتانيه. لكن من وين؟ ما حدا بيعرف من وين، وكل شهر ببيت وساكن مع اخته كمان، اخته بتشتغل خطابه، هي اللي بتخطب له. يا معطوبه يا كبيره بالعمر يا مرضانه. واذا لك واذا المراه اللي عنده ما ماتت بيتم وراها ليشلحها كل شيء. ايوه. ونحن هلا شلون بدنا نساعدك؟ شو لازم نعمل؟ بدكم تساعدوني انه نوعه. لك ماشي بنساعدك بس شلون؟ آه قلت لي شلون. اعتدال! لك وينك اعتدال؟ على مهلك خالو، على مهلك.
شحني اخي ليك شحني. الله يهديك عدي. خير شوفي شو بها؟ شوفي الخانم كانت تعبانه بالطريق، تفضلي عدي عدي. بدي كاسة مي. هي على راسي، ديري بالك عليها. يلا. اهلين يا خانم، خير شو عم يوجعي؟ والله تعبانة. والله تعبانة كثير. ايوه جيب لك حكيم يا خانم. لا لا ما في داعي. هلا بصير احسن. تفضلي خانم تفضلي. يسلم ايديك. اهلا وسهلينا. تفضلي. صحة وغنى. يلا بالاذن. وين رايحة؟ عادي ما في روحة. أول شيء لأطمن عليكي إنك أنت صرتي منيحة ولو. بدي روح جيب غراض لبيتي. وبدي مر على الإزازي بدي جيب شوية دواء لأنه مرضي عم بيزيد. يبعت لي حمى. ليش ما عندك حدا يجيب لك غراض ودواء وهي القصة؟ لا والله أنا مرة وحدانية. يعني حضرتك مو متجوزة؟ اتجوزت سنة بس جوزي أعطاك عمره الله يرحمه. الله يرحمه. يا علي يا علي حظه شو مشحر، كثير مشحر يا أخي. الحمد لله على كل شيء. إيه وإن شاء الله ما تأهرمتي بعد ما توفى جوزك يا خانم. لا أيو شو تأهرمت؟ جوزي الله يرحمه ترك لي ذهب وترك لي بيوت وأراضي ومال كانت الحمد لله. أيوه. الحمد لله الحمد لله. بس شو نفع هالمال كله إذا ما عندي ولد يسند كبرتي؟ يعني أنت ما جاك ولاد خانو؟ ما جاك ولاد من مرة؟ لا ما إجاني. دعيت لربي إنه يجيني ولد ما مشي الحال وما رح يمشي الحال. طيب ليش ما مشي الحال؟ لأنه كبرت. يو مين قال إنك كبرتي؟ أنت صبية وست الصبايا كمان. ولو يا خانم اللي قدك هلا عم يتجوزوا. وأنت ألف واحد بيتمناكي. أنت قولي إيه وشوفي شلون العريس فوراً بيجي لعندك. قولي إيه. الله عليك والله اللي بيسمعك بيفتكر إنه العريس ورا باب سقاق عم بيستنى موافقتي. عزيزي خانم. نعم. أنا كمان من 10 سنين أرمل مثل حكايتك، بس ما حبيت لا أتجوز ولا شفت بصراحة وحدك، يعني خرطت مخي. بس ما بعرف ليش أول ما شفتك دق قلبي وارتحت لك. يعني إن شاء الله هيك الله بيكرمني وبتقبلي وتتجوزيني. هيك دغري بدون ما تعرفني؟ سبحان الله، قلبي ارتاح لقلبك وعيوني ارتاحت لعيوني. أنا كمان ارتحت لك أول ما شفتك، مشان هيك طلبت منك إنك تساعدني. يعني هلأ أنا بفهم إنك أنت موافقة على طلب أخي؟ هلأ أنا موافقة، بس ما بعرف إذا أخي بيوافق ولا لا. وليش أخوك ما يوافق؟ لأنه أخي بصراحة بيفكر كل اللي بده يجوا يتجوزوني جايين طمع بالورثة تبعي يلي ترك لي إياها المرحوم جوزي الله يرحمه. إيه لا يا خانم لهون وبس، نحن جماعة شبعانين وعنا مال كانات كتير. إيه وأنا ما بسمح لك بنوب. وإذا بدكم مصاري بنعطيكم، إحنا ما عنا مشكلة. يعني أنتوا بتوافقوا على طلبات أخي؟ طبعاً كل طلباته مجابة، المهم هيك يا ربي يسر ونحط خبزاتكم على جبناتنا، جبناتنا على خبزاتكم. طيب شو رأيك تروح لعند أخي وتطلبني منه؟ طيب انت ارتاحي يا خانو وانا رح وصلك على بيتكم بعيوني بعيوني يا خانو. ان شاء الله واملي بالله تكون هاي الزياره فاتحه خير ونصير نشوف بعضنا دائما. تجوا لعنا نروح لعندكم نطلع سيارين مع بعض. مو بالأول لأعرف شو مناسبة حلة زيارة. أنا جاي لحتى أطلب إيد أختك على سنة الله ورسوله. هلأ من بين بنات الشام كلها ما لقيت غير أختي؟ بس أختي مهرها غالي واللي عم تشوفه ما لك قده. غلطان. إذا بقول لك شو عندي بتسحب كلمتك. هات لشوف شو عندك. أنا عندي بيت كبير ودكان وأربعين ذهبي. لك هدول دوبن يكونوا حق المقدم. ولا ما أخر
بدي 100 ذهبة. موافق. اشرب شاي. وهي المقدم والمؤخر. وهي المال كانت اخي نزير. هاي المال كان شيت البيت. وهي المال كانت الدكان. الاثنين صاروا باسم اختك. يا عين عليك. يا عين عليك يا فكري بيك. هلا تاكدت انك انت زلمه ابن حلال وصادق. وما بدك تتجوز اختي مشان مصاريها. ولو يا زلمه، لا نحن منخاف الله وما بنعمل هيك شغلات. اي والله والنعم منك، معناته هلا روح انت جهز حالك واعمل موعد مع الشيخ مشان نكتب كتابك على اختي بعد العشاء. توكلنا على الله. يلا توكل على الله. يلا بالاذن. قول يا رب. يلا خاطركم. يلا الله معك، ما رح وصلك على باب زقاه لانك صرت من اهل البيت. ايوه الله معك، ميسره. عمتي سعيد. شو عمتي مشي الحال؟ شوفت عيني. تفضل هات النشر. مش على بالي غير الحقه، بس بدي اشوف وشو شلون بده ينزعط الزعطه ولا ما بده يقدر انه يكبر رات البيت. تعالوا اقعدوا، تعالوا تعالوا احكي لكم. الله وكيلك يا حبيبي. وهي الحجاج اللي بتثبت انه السيد فكري باعني البيت والدكانه. شو المطلوب مني يا خانم؟ المطلوب انك تطالعه من البيت والدكانه. راح يطلعوا فورا وغصبا عنه. يا مساعد انت عم تفسد علينا وقت التسليم. ليش؟ لانه حضرت جنابك وقت التسليم ما كنت موجود. كنت بالكراكون عم تخبر عنا. بس الحمد لله ما زبطت معك هالمرة، انه خلصنا قبل ما يوصلوا الدرك. انا؟ لك انا مستحيل يا جماعة، مستحيل خون اهل بلدي وناسي. شو عم تحكوا؟ اسمع فارس، انا بيشرفني ابدا تكون انتصاري، لانك انت واحد خاين ندل عوايني، ولازم تطلق بنتي مريم هلا قبل بكره. مو بس هيك، بدنا اياك تنقلع من الحاره كلياتها، لانه ما بيشرفنا تعيش بيناتنا. انا يا جماعه صحيح رحت على الكراكون، بس كان لي اسبابي ما بقدر احكيها. طالما ما بتقدر تحكيها وما بتقدر تدافع عن حالك من هيك تهمه كبيره كتير الوطاوي، معناتها ما في عندك شيء تحكيه. اسمع فارس، إذا عندك شي كلام تقوله قوله، لأنه التهمة لابستك لبس وأهل الحارة كلياتهم مجمعين على تقليعك. فإذا عندك كلام تحكيه بريك من التهمة احكي لشوف. رح يجي يوم يبين الحق. أنا هلا رح أطلع برات الحارة، بس رح أرجع بلاقي الدليل ساعتها نتحاسب. من اللي أنا برا لا تورجينا وجهك. يلا لك يلا. اللي استحوا ماتوا. هلا بتضبي اغراضك وبتمشي معي. لازم تطلعي من فارس لانه طلع خاين. فارس مستحيل يكون خاين يا ابي، مستحيل. فارس رح ينقلع من الحاره، الكل صار يعرف انه خاين وعوايني، وانا مش شرفني انه يكون صهري خاين وعوايني. يلا طبي اغراضك.
أنا ما بدي أتطلق من فارس، ولو كل الدنيا وقفت بوشي وقالت لي إنه فارس خاين أنا ما رح صدق يابي، ما رح صدق. عم تتحديني يا مريم؟ عم تتحديني؟ أبي غضب علي ورح بيقلعونا من الحارة وانت خسرت شغلك، لك شو ضل أكتر من هيك لحتى ما تحكي الحقيقة وتدافع عن حالك؟ شو عم تحكي انت؟ يعني معقولة إذا قلت لهم إنه ابنه للزعيم خاين يصدقوني؟ ما رح يصدقوني. بس يا فارس الظلم كتير بشع كتير. بعرف، بس إلا الله ما يظهر الحق. أنا لازم هلا أدور على دليل لبراءتي وورجيهم مستمسك على عبده. الله يكون معك ويحمي. آخ آخ، لو أعرف مين كان وراء العملية الوسخة. لو كان فارس هو كنا شكينا فيه، بس هو مو هو، برات الحارة، يعني لا بيعرف وقت تسليم السلاح ولا بيعرف وين خبينا. كلامك صحيح يا مختار، اللي فسد علينا كان بيناتنا، بس هالمرة كانت الضربة كتير قوية وخسرنا خيرة شبابنا. انت شاكك بحدا شي زعيم؟ لانه اللي عمل هالعملية فسد علينا بوقت التسليم ولازم ما يكون موجود معنا. مين برأيك؟ يا بي هلا يعني ايه ما التسليم السلاح؟ اليوم بعد اذان المغرب باذن الله اهل الحاره كلها حتكون موجوده منشان تستلم السلاح، وبدنا نحطه بمسودع ابو سمير. بس يا ابني الله يرضى عليك، هذا الحكي ما بدي اياه يتنكور هون او هون، رح يبقى سري منشان العمليه تنجح. لكن يا ابي لكن ما بيوصل لحدا ان شاء الله. ايوه معناتها يا ابي من بعد اذنك انا عندي مشوار ضروري، رح روح بقضي وبرجع له. لك وين بدك تروح؟ عم بقول لك لازم تكون موجود وقت التسليم، لازم تساند اهل الحاره. خليك معي يا ابي، مشوار ضروري ما بحسن، خلص رح روح اقضي وارجع وما بكون معك غير وقت التسليم، انت لا تاكل هم. يلا السلام عليكم. ايه لك بري عليك والله انك نمر. انا بامر عيونك معلم، روحي فداك، المهم تبان الحقيقة وكل العالم تعرف انك مظلوم. شلون قدرت تجيبها؟ بسيطة كتير معلم، كم اسمليه للحارس تبع الكركون، فات وجاب لي اياها من مكتب الشاويش، ولا من شاف ولا من دري. لك حلال عليك، تيسر. بامرك معلم. هلا صار فيني واجهك يا زعيم. والله يا زعيم الحالة بديك. اي والله بسم الله الرحمن الرحيم. شريف مختار الحمد لله. ايه مختار، شو صار بالبوايكيه تبع ابو صالح؟ قلنا له لابو احمد يجي يطينا. يا رب يا كريم. شو جابك لهون يا خاين؟ ولك مو خايف على روحك من السيارة؟ أنا فارس يا جماعة، مو خاين. بتحبوا أذكركم؟ أنا فارس الأبضاي اللي كلكم تعرفوا براسه. أنا فارس اللي بخاف على حارته وعلى أولاد حارته. أنا فارس اللي بخاف على بلده. أنا وقفت بوش الموت وتعرضت للخطر ولا نسيتوا؟ أنا فارس، بس يمكن أنتوا نسيتوا. فوقها اتهمتوني بدون دليل. قال يلا هذا قرار تسليم ابنك عبد المنصب الباشا. تعرف ليش يا مختار؟
أنا رح أقول لك ليش. لأنه كان يعطيهم معلومات قيمة عن البلد وعن الحارة. لما كنت اتغيب عن تسليم السلاح وكانوا يشوفوني رايح على الكراكون، كنت عم راقبه لعبده وعم شوفه مع مين عم يتعامل وشو عم يقدم معلومات. بس هو لما كان يتغيب عن تسليم السلاح ما حدا يشك فيه. ليش؟ لانه ابنه للزعيم. انتم معصومين. كذاب يا ابي، كذاب مختار. لا تصدقوه، انت عم تشيل التهمة منك وتحطها فيني انا. بعدين تعال اقول لك، هاي الورقة بركي كانت مزورة. لا مو بركي، اكيد مزورة يا بي. لا تصدقوا، لا تصدقوا، هذا واحد كذاب. توقيع الوالي عليها. انت خاين. كذاب يا بي، كذاب، لا تصدقوا. لك صحيح الحكي، لك عبدو صحيح الحكي. ليش لا؟ ليش لا؟ كل ما يكون عندنا تسليم سلاح حضرتك بتغيب وتروح تخبر عن أهل حارتك الكراكون، ولك بسببك استشهد خيرة شباب الحارة. يا حيف عليك، لك يا حيف عليك بين رجال، لك انت واحد خاين، انت لازم ما تعيش بيناتنا. لك روح. الله يغضب عليك. قلبي وربي يغضبوا عليك. اسمعوا، لا من هلا ورايح ما لك عيشة معنا. ما بدي اشوف وشك بالحارة، مو بس بالحارة، بالبيت كمان. تنقلح، تنقلح على طول، لاني انا مستحيل احوي واحد خاين بلده. روح روح، الله يستفيد فيك، الله يستفيد فيك. كسرت ظهري يا عبدو. سامحني يا صاحبي، ظلمتك كتير، بس الشك إذا دخل للقلب بيعمل عين وبيعمل بصيرة. سامحني، أنا بفتخر فيك يا صاحبي، أنا بفتخر فيك. سامحني، سامحني يا أحلى فارس، يا أحلى شريف، يا أحلى بطل. ومين قال لك انا عم وزعهم ببلاش؟ بس انت ما عم تاخذ حقهم معلمي. ومين قال لك انه ما عم باخذ حقه؟ عم باخذ 10 اضعاف حقه. ما سمعت شو قال الله بكتابه العزيز؟
بما معنى الحسنة بعشرة أمثالها ويضاعف لمن يشاء بعد اسمه وكرمه الرب. شرفي اختي محدو، هي حصتك ملمونة لهالشهر، والشهر الجاي بيجيكي مثلهم ان شاء الله. دعينا حقني شرك خود صبحي، هي مونة لهذا الشهر، والشهر الجاي باذن الله لكم مثلها. الله يكثر خيرك شيخي. بتسلم لي على ابوك ابو صبحي وبتقول له الشيخ مبروك عم يشتغل لك مشان تفوت على الاستخانه تعمل عمليه افتاح. امرك شيخي. يلا لا تنساها. خذي هدول مصروف جمعه، دبري حالك فيها. هدول ما بكفونا مصروف لاخر الجمعه. يا خديجة دبري حالك فيه وقت يخلصوا بفرجها الله. وبعدين يا مبروك، بعدين معك، أنا من وقت اللي جوزتك وأنت عم تشتغل وانبسطت، والحمد لله الدكانة ماشي حالة وشغالة، بس نحن لهلأ ما طبينا ولا متليك، يعني كل شيء عم تشتغل فيه عم توزعه على الناس. يعني أنا لمين عم بعطي المصاري؟ والله بعرف لمين عم تعطيهم، للأرامل والفقراء واليتامى، بس احنا كمان حالنا على قده. لك احمدي الله، لك احمدي الله وبوسي ايدك والشقفة، صحتك عليكي، مالك مرضانة، لك ياما في ناس مو ملاقية لمة أكل تاكلها، لك في ناس مو ملاقية دواء تداوى فيه، احمدي الله يا بنت الحلال. بس يا ابن الحلال، العمر عم يمشي لقدام مو لورا. لك احمدي الله، هي انتي قلتيها. العمر عم يمشي لقدام، يعني عم نكبر، يعني رح نوصل لحبة القبر، قد ما فينا لازم نعمل خير مشان نلاقيه بآخرتنا. مثل ما بتعرف يا أبو جي، إن الشتوية صارت على البواب، في عنا بالحارة كثير من العيال المستورة بحاجة مساعدة. إيه والله مزبوط كلامك يا مختار، وإن شاء الله نحن رح نعمل اللي بنقدر عليه ونأمن لهم مونة الشتوية. وأهل حارتنا إن شاء الله ما لح يقصروا معنا. فيهم الخير والبركة، بس هالشي لحاله ما بيكفي. ايوه، ليشو في غير أكلهم وشربهم وكسوة بدنهم؟ بيوتهم بدها تصليح، مثل ما بتعرف إنه الأسطح بالشتوية بتدلف، لازم نساويها. لا حول ولا قوة إلا بالله. بس يا مختار، نحن يا دوب اللي عم نلمه عم نجيب لهم فيهم للاكل والشرب وللكسوه البدن، شلون بدنا نصلح لهم بيوتهم؟ يعني معقوله نترك البيوت هيك؟ ما بيصير، لازم نلاقي طريقه. طريقه. بجيت مختار. شو هي؟ ما لنا غير عاصم بيك، يعني الله منعم عليه ومعه مصاري ما بتاكلها النيران، لا حسد ولا ذيئة عين، الله يرزق الزلمه، بس واجب عليه انه يساعد اهل حارته. ما راح يدفع، لأنه عاصم بيك بيموت على القرش. بس لقلك، شو رأيك ندفش عليه الشيخ مبروك؟ بركي بتحسواس وبيدفع له كم قرش. والله جبتها يا مختار، شنو الشيخ مبروك بزمانه خادمه خدمة للبيك، رافع له الأذى عن بنته ومعافي له إياه، وأكيد ما لح يرد له طلب. على بركة الله، مشان هيك هلا ببعت وراه للشيخ مبروك وباخذ رايه لاشوف شو بده يعمل. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير مختار. يا رب. مشان هيك يا شيخي بدي اياك تحكي مع عاصم بيك، خلي يمد ايدي العون لاهل الحاره من الفقراء والمحتاجين. ايوه. وقديش المبلغ اللي محتاجينه مختار؟ نحن لمينا اللي بنقدر عليه، وناقصنا 20 ذهبه. من عيني هي قبل هي، خليها على الله وعلي، وانا العقل يا عاصم بيك يأمن لك المبلغ وحبه مسك. ان شاء الله، الله يسمع منك يا رب. يعطيك العافيه شيخي. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. شو عم تبيع هون؟ عم بيع قطعه من الجنه. ايوه، وقد ايه سعر الارض؟ عندنا 3 اسعار. واحدة بثلاث ذهبات، وواحدة بست ذهبات، والقصر بعشر ذهبات، أيهما تريدين؟ بدي القصر شيخي. من عيني هي قبل هي، مدي إيدك على 10 ذهبات. يلا. وهدول 10 ذهبات معدودين وخالصين.
متأكدة منه؟ ايه شيخي ولو. وها وهي الأصل تبع العشر ذهبات. سلم هاليدين شيخي. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. خاطرك. الله معك والقلب داعي لك. شفت منام يا بنتي، حلو كثير بالنسبة لإلك، بس أنا ضايقني. وش اللي ضايقك أبي؟ أبي أنا شفت حالي بالآخرة. وبعد الحساب يا بنتي وقفت على باب الجنة وبدي فوت على الجنة، قاموا الملائكة قالوا لي وقف وقف، ما بصير تفوت. طلعت هيك لقيت قصر، قصر حلو حلو كتير هذا القصر. قلت لهم للملائكة لمين هذا القصر؟ قالوا لي هذا القصر لبنتك، بنتك اللي اشترت هذا القصر. قلت لهم طالما القصر لبنتي خلوني فوت. قالوا لي لا، تشتري أرض مثل ما اشتريت بنتك وبعدين بتفوت. بعدين فقت يا بنتي، شبي ليش ما عم تحكي؟ امبارح التقيت بالشيخ مبروك وكان عم ببيع قطع من الجنة. قلت له بدي اشتري قطعة أرض مع قصر، قال لي هي حقها 10 ذهبات. عطيته 10 ذهبات واشتريتها منه. وين كان واقف لك بنتي؟ وين كان واقف؟ كان واقف هون بالزقاق. مرحبا شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو في معك هاتو؟ شيخي بدي اشتري شقفة أرض مثل اللي اشتريتها بنتي. إيه شو عليه؟ على راسي. قديش حقها يا شيخ؟ 100 ذهبة. شو هالحكي هذا شيخي؟ بنتي اشتريتها ب10 ذهبات؟ مزبوط، بنتك اشتريتها ب10 ذهبات قبل ما تشوفها، بس انت شفتها. مزبوط ولا مو مزبوط؟ ايه مزبوط مزبوط شيخي مزبوط. بعدين هاي الأرض في 100 واحد بيتمناها بده يشتريها. ماشي شيخي، رح ادفع لك 100 ذهبة وفوقن 10 ذهبات، المهم اخذ الأرض. بإذن الله الأرض إلك، بس الفوتي عليها بده فعل خير وعمل خير. ماشي شيخي، راح اروح اجيب لك ال100 ذهبة وفوقهم ال10 ذهبات، وبعهدك من يوم ورايح اي فقير واي محتاج راح ساعده، المهم ادخل على الجنه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عاصم بيك عاهد الله، عاهد الله. سبحان الله سبحان الله في ملكه. اني اخاف يوما عبوسا قمطريرا